مرحبا فيكم من جديد. اليوم من المطبخ عندي لكم وصفة جديدة. وصفتنا لليوم هي البنانا بريد أو كيكة الموز، بس بسموها بنانا بريد لأنها دائما تنخبز في قالب الخبز، الخبز التوست، فلما تطلع من الفرن بتتقطع كأنها شرايح توست، بس هي كيكة كتير طيبة. تاخديها مع فنجان قهوة الصبح أو كاسة شاي العصر، قيمتها الغذائية عالية جداً وصغار كلهم بحبوها. للبنانا بريد أنا جربت طرق كتير كتير كتير، يعني كل الوصفات اللي تخطر عبالكم موجودة على بينترست ولا على اليوتيوب جربتها، بس في طريقة واحدة أنا كنت بعملها من زمان وهي اللي هي أحسن طريقة، طرية الطعم مظبوط 100% إذا اتبعتي الخطوات، مع مش الخطوات المقادير، إذا التزمتي بالمقادير لا يمكن تخرب معك أو تطلع غلط. وعلى فكرة هي من الكيكات اللي دائما تتشجعي إنك تعمليها، لأنه كلنا في البيت عنا كل واحدة فينا إلا ما يصير عندها الموز بالطريقة هاي، فلما يوصل عندك الموز يصير مستوي زيادة عن اللزوم بتعرفي إنه صار الوقت إنك تعملي البنانا بريد. وكمان شغلة معلومة بسيطة صغيرة 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 قبل لا نبدأ، أنا قريت مقال ومرة حكوا على التلفزيون في برنامج The Doctors بيقولوا إنه الموز لما يستوي زيادة بتصير قيمته الغذائية أعلى. صحيح مش مستساغ إنه ناكله يعني كطعم، بيكون طعمه شوي غريب هيك، بس لما تدخليه في الكيكات ولا السموذيز ولا أي إشي حلو بيكون طعمه طيب كتير، وأهم شيء قيمته الغذائية أعلى بكتير من الموز اللي عادي اللي بناكله مستوي عادي. يعني يكفي حكي ويلا نبلش نعمل البنانا بريد. لوصفة البنانا بريد محتاجين 1.25 كوب طحين متعدد الاستخدامات all purpose flour، 1.25 كوب سكر عادي، بيضتين، نص كوب زيت نباتي، أنا هون بستخدم كانولا أويل، ربع كوب حليب سائل، معلقة شاي فانيلا سائلة أو بودرة إذا عندك ما بتفرق، معلقة شاي بيكن صودا، نص معلقة شاي بيكن باودر، نص معلقة شاي ملح، رشة قرفة، رشة جوزة الطيب، وموزتين مستويين زيادة. هاي كل المقادير. إذا مثل ما شفتي معي المقادير سهلة ومتوفرة في كل بيت والطريقة بسيطة جدا، وكمان الشغلة الأهم من هيك لا بدك تستخدمي لها ماكينة like a mixer كهربائية، وكلها بتخلطيها بالإيد، كتير سهلة وسريعة وخبزها هو اللي بياخد وقت طويل، لكن عملها ما بياخد وقت بالمرة. يلا نشوف الطريقة مع بعض. رح نبدأ نحط في صحن غميق المكونات الناشفة أول. كوب وربع طحين، معلقة شاي بيكنج صودا أو بيكربونات الصودا، نص معلقة شاي بيكنج باودر، نص معلقة شاي ملح، كوب ونص كوب وربع سكر، وخلينا نخلط المقادير هاي الناشفة كلها مع بعض مع الويسك، وبس بدي أحركها هيك بشكل بسيط ندمجهم كلهم مع بعض. هلأ بدنا نحط المقادير السائلة فوقهم على طول في نفس الصحن. عنا نص الكوب الزيت النباتي، ربع كوب الحليب السائل، معلقة شاي فانيلا، بيضتين خليني أكسرهم وأحطهم لحظة، نفس الويسك خلينا نقلب المكونات هاي. طبعا مش راح اقدر ماسك الكاميرا بايد والويسك بايد، خلينا اقلبهم وبرجع لكم. شوفوا كيف صار قوامها،
بس بمجرد ما انه تندمج المواد كلها مع بعض وقفي. معروف هاي قاعدة مهمة كتير في عمل الكيك، انه ما بدك تضلك تخلطي فيها مدة طويلة وإلا بتيبس الكيكة. بس مجرد ما اندمجت المواد خلص بنوقف. هلأ في الصحن قشرت الموزتين اللي عنا وبدي أهرسهم بالشوكة مثل هيك. هاي هرست الموزتين كتير منيح في الصحن، ولو بتلاحظوا أنا نسيت أرش قرفة وجوزة الطيب على الكيكة، مع لازم ترشوها مع المواد الناشفة وتخلطوها مع بعض، بس ما في مشكلة رح أرشها هلأ على الخليط الكيك. رشت قرفة ورشة صغيرة جوزة الطيب مثل هيك. خليني بس أحركهم شوية أقلبهم وبعدين بنضيف فوقهم الموز المهروس. يعني قلبت القرفة والجوزة الطيب مع خليط الكيك وعليهم بدنا ننزل الموز المهروس. أكيد ما رح ينزل، لحظة. لما تنزلي الموز المهروس على خليط الكيك شيلي الويسك اللي هو مثل المشبك هيك وخلطي قلبيه بسباتشلا مثل هاي، لأنه إذا خلطيه بالويسك الموز رح يشبك بين السلاك تبعون المشبك هذاك. فبس بدنا نقلبه وبنحطه في القالب. خليط البنانا بريد صار جاهز عنا، خلينا نسكبه في القالب اللي رح نستخدمه. مثل ما قلت لكم هو قالب رغيف الخبز، وانا حاطه رشيته بنون ستيك سبراي نكهه الزبده، وبس حطيت بارشمنت بيبر على في اعلى الصينيه مش على الاطراف، لانه الاطراف انا بمشي عليها السكينه وما بيلزقوا يعني. والاصفر هذا اللي هو السبراي تبع الزبده عشان ما تلزق الكيكه. هاي سكبنا الخليط وجاهزه لتنخبز. درجة حرارة 350 فهرنهايت 180 سلسيوس لمدة 50 دقيقة. هلأ صغار بكل تأكيد رح يحبوها بالطريقة الأولى اللي عملناها، اللي هي بس مجرد بنانا بريد ما عليها ولا أي إشي. بس إذا بتحب تضيفي لها إضافات تانية، وأنا بحبها يعني بحبها بالمكسرات والفواكه المجففة، خليني أفرجيكي بس الإضافات اللي رح أعملها، لأنه أنا عاملة كيكتين، واحدة سادة وواحدة بالمكسرات والفواكه المجففة. أفرجيكم الطريقة التانية. عندي هون نص كوب جوز مكسر، يعني قطعة كبيرة. الجوز دايما أنا أي نوع من المكسرات دايما بحمصها، ما بحب أحط المكسرات على أي نوع من الأكل وهي مش محمصة، لما تتحمص بصير طعمها كتير أطيب. وعندي هون كمان نص كوب كرامبري، أو إذا عندك زبيب. أنا بحب طعم الكرامبري لأنه شوي حامض ومع كيكة الموز بيطلع طعمه كتير طيب. هاي شكل الكيس الكرامبري، كرامبري مجفف. هلأ المكسرات هاي إذا بدك تحطيها على طول على خليط الكيك رح يطيحوا في القاع ومش رح يعني رح ينحرقوا، فعشان هيك خلينا نعملهم خطوة نجهزهم. بنديرهم في صحن مجور، وبنرش عليهم رشة طحين. رشة طحين بالهاي المرش هذا، وبدنا نقلبهم شوي بالمعلقة. شايفة كيف صار شكلهم كأنهم مغبرين هيك؟ شوي رشة بسيطة طحين، بس الخطوة هاي بتضمن لك انهم يضلهم على يعني يضلهم هيك في نص الكيكة مش يطيحوا تحت. وهي نفس خليط الكيك اللي حضرته معكم في الاول، انا عملت واحد تاني نفس المقادير بالضبط. هذا الي بدي ازيد عليه مكسرات. انت اذا اولادك بحبوه بمكسرات وهي طبعا يفضل انك تحطي مكسرات اطيب وقيمة غذائية اعلى. للأسف انا بناتي ما بحبوا الاشياء هاي، بحبوا السادة، فبعمل واحد الي وواحد لهم. والشغلة كمان الحلوة في الكيكة هاي انه فيك تعملي قد ما بدك
وتلفيهم في ورق لك سيران راب وتحطيهم في الفريزر، ووقت ما بدك تستخدميها او اذا اجاك ضيوف فجأة او شيء، بس المهم انه بدك تطلعيها في درجة حرارة الغرفة لمدة 3 ساعات، بترجع لك طرية وكأنك عاملاها خبزاها هلأ جديد وطيبة كتير، احسن من اللي تجيبيه من برا من السوق 100 مرة. وهي نظرة اخيرة قبل لا ادخلهم على الفرن، واحدة سادة اللي على اليمين وواحدة بالمكسرات والكرامبري اللي على اليسار، على الفرن 350 درجة فهرنهايت 180 سلسيوس لمدة 50 دقيقة، وبشوفكم بعد ما يطلعوا. وهي شكلها بس طلعت من الفرن، عدى 50 دقيقة عليها، خليها في القوالب لمدة 10 دقائق لتبرد شوي وبعدين بتطلعها من القالب. وكمان هلأ مرت 10 دقائق، فاللي بدي أسويه بدي بسكينة هيك بلاستيك، بس بدي أمشيها على الحفاف بس أتأكد إنه مش لازق عشان لما أقلبها تطلع شكلها حلو مرتب. وهي بعد ما قلبناها بس بدنا نشيل البارشمنت بيبر هذا، وهلأ بدك تخليها تبرد على الآخر قبل لا تبدي تقطعيها، ويا ريت تحطيها على راك مثل هذا، لأنه إذا بتحطيها وهي سخنة على صينية أو كارينج بورد رح تبدأ تتعرق من تحت، واحنا ما بدنا هذا الشيء، بدنا اياها تبرد على الراك اللي مثل هاي عشان الهواء يكون يعني يجيها من كل النواحي وتبرد وما تصير هيك صاغي. وهي لما خليتها بردت وقطعتها، الاولى هاي اللي بدون اي شيء بنانا بريد ساده، وهاي اللي بالمكسرات والكرامبري، لو تشوفوا قديه طرية، very moist، وصدقوني الطعم خيالي، لازم تجربوها رح تحبوها كتير. وهذا كان كل اشي لفيديو اليوم، بتمنى تكونوا انبسطتوا معي وبتمنى تجربوا طريقة البنانا بريد هاي، وتتركولي في التعليقات تحت اذا اعجبتكم الطريقة، لا تنسوا تشتركوا، تحطوا لايك اذا اعجبكم الفيديو، واستنوني في الفيديوهات الجاية. انا حنان ثابت، بتمنى لكم يوم سعيد.